أهلا وسهلا فيكم. إحنا اليوم متواجدين في أضخم ملتقى للمؤثرين وصناع المحتوى في الوطن العربي والأردن، واللي بيحكي عن أهمية دور المؤثرين في ترويج السياحة بالأردن. أهلا وسهلا فيك. احكي لنا عن أهمية دور الإعلام والمؤثرين وصناع المحتوى بالترويج للسياحة بالأردن. كصحفية تعمل في هذا المجال أعرف أنه هذه أهمية بالغة، تحديداً بأنه من يظهر هاي الصورة، صورة السياحة بأفضل طريقة غير الإعلاميين وغير المؤثرين. اليوم وجودنا كإعلاميين وبالإضافة لصناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هو اليوم الفرصة، هو المفتاح عوضاً عن الإعلام التقليدي القديم عشان يبرزوا الصورة الأجمل لدولهم، ومنها الطريقة هاي كانت اللي هي الترويج للأردن. دور أساسي جداً طبعاً، وواجب كل أردني مشهور مؤثر إعلامي أنه يخدم بلده ويروج للسياحة سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط، في ظل الظروف الحالية خصوصاً اللي بمر فيها الأردن في ظل التحديات المحيطة فيه. زي ما احنا بنعرف دور السياحة في دعم الاقتصاد الأردني وركيزة أساسية في هذا البلد، فدور مهم لكل المؤثرين وصناع المحتوى الموجودين في الأردن. بالوضع الحالي أهم شيء لترويج السياحة بالأردن هو السوشيال ميديا، إنك تحكي على المكان بأكثر من طريقة بتناسب الصغار وبتناسب الكبار والعمر. يعني لما تشرع على المكان، يعني في ناس كثير مثلا على سبيل المثال البتراء اللي هي مشهورة عالميا بس ما بتعرف فيها أكثر من الخزنة، بس لما تروح أنت على البتراء وتشرح على الأماكن اللي فيها، يعني البتراء فيها أماكن لناس ما بتقدر تمشي وفيها أماكن لناس محترفة بالهايكنج بتوصل المسافات 30 40 كيلومتر مشي. فلما تيجي تشرح الموضوع هذا بالسوشيال ميديا فأنت بتنشر رياضة الهايكنج والسياحة العادية والسياحة اللكجري والسياحة المتاحة للجميع. فالسوشيال ميديا بتوصل الفكرة لجميع فئات المجتمع، عكس مثلا يعني بعض القنوات او بعض الجهات الرسميه اللي بتكون التارجت تاعها متجه لفئه معينه من الناس. طبعا احنا اليوم بال 2024 هذا لا يمكن، يعني لا يمكن اي مسؤول سياحي في اي بلد في العالم ما يطلع وما يسلط الضوء على المؤثرين في بلده. دور صناع المحتوى والمؤثرين في الاردن مهم كثير لاعاده وضع الاردن على الخارطة السياحية، خصوصا بعد اضطرابات المنطقة اللي صارت والحرب الأخيرة على غزة، الله يا رب يوقفها. احنا بحاجة اليوم لوقفة أبناء البلد من المؤثرين لأجل ترويج السياحة للأردن. وشكرا لمومنتس الشركة إنها بادرت إنها تعمل هذا المؤتمر، وأهلا وسهلا بكل ضيوف الأردن الجايين. أما بالنسبة لأهمية صناع المحتوى إنهم يأثروا بالأردن أو بشكل عام كالسياحة بشكل عام، فطبعا لهم دور كتير كبير. مثلا لما يروح صانع محتوى عنده مثلا موهبة التصوير أو شاطر بالتصوير ويروح يصور بمكان معين، ممكن نفسنا إحنا ما نكون واعيين إيش هذا المكان أو ما نعرف هذا المكان، لأنه كل واحد له مهارة معينة تختلف عن غيره. إذن دوره كبير جدا بترويج السياحة بأي دولة بالعالم. الآن صناعة المحتوى والسوشيال ميديا كمان أنتم شايفين بجوز، وكل المشاهدين شايفين وكل اللي يسمعونا شايفين دور السوشيال ميديا في ترويج السياحة لأي بلد. هسا إحنا بالأردن متحف مفتوح، لازم نسلط الضوء على الكثير من المواقع السياحية بالأردن. أي أم الجمال في أماكن كثيرة عندنا بالأردن، يعني يكفينا البتراء اللي هي من عجائب الدنيا السبع، يكفينا المنطقة اللي إحنا فيها البحر الميت، أكثر أخطر منطقة في العالم، ومن شمالها لجنوبها ستجد ما يسرك وستجد أكيد التنوع. فأهمية السوشيال ميديا كبيرة جدا، بلدنا بتستاهل ولازم نروج لها سياحيا، وأهلا وسهلا بكل من يزور الأردن. والله يعني هو مش في الأردن بس، هو في أي دولة من دولنا العربية احنا علينا مسؤولية كصناع محتوى إن احنا لازم نروج لبلدنا. بلدنا فيها أشياء جميلة، أشياء مميزة، العالم لازم يشوفها علشان يجي يزورها. أي بلد عندها حاجات مميزة صناع المحتوى لازم يظهروها للعالم، لان ده نوع من انواع ان انت بتعلن المنتج اللي عندك او الاماكن المميزه اللي عندك، وبالتالي العالم هيعرفها ويجي لك. فالسياحه من غير اعلانات مفيش سياحه، فلازم ان انت كصانع محتوى اردني طبعا يكون ولاءك دايما لبلدك الام. حتى اي واحد عربي لازم ان هو قبل ما يطلع اوروبا وافريقيا واسيا لازم ان هو ينشر عن البلاد العربيه، بحيث ان شاء الله
السياحة عندنا تزيد والعالم كله يوصل قد إحنا بلدنا جميلة جدا. كتير مهم دور الانفلونسرز بالترويج للسياحة سبيشال إذا كانت بلد حلو مثل الأردن. نحن لما يكون في عدد فولورز معينين حلو نحن نسلط الضوء على أشياء مهمة مثل السياحة في الأردن. يعني أنا كأردنية وانفلونسر أردنية إلي الشرف إني أستغل هاي المنصة اللي أنا عندي إياها لحتى أروج لسياحة بلدي بطريقة كتير حلوة. وإذا كان في انفلونسرز عرب فهذا الإشي كتير مهم بالنسبة إنه نحن نروج للأردن بطريقة كتير حلوة عن طريق هذولا اللي عندهم على منصاتهم أرقام كتير عالية، فهي خطوة كتير جيدة وأنا بنصح فيها دائما. والله هو الدور الأهم صراحة زي ما بيقولوا الواجهة الأولى للسياحة في الأردن مفروض كل مؤثرين في الأردن، لأن الأردن ما شاء الله تبارك الله مليئة بالمناطق السياحية، وأنا اشتغلت أصلا فيها السياحة فترة طويلة جدا، لقيت إنه اللي بيجي على الأردن ما بعرف أنا غير كم منطقة يدور ثلاث أربع مناطق رغم إن فيها مئات وعشرات المواقع، فلازم مؤثرين يوجهوا جهودهم جميعا لتغطية السياحة في الأردن. الوقت الحالي صراحة التوجه أكبر توجه الناس كان زمان للتي في ولهاي الأمور وسائل الإعلام التقليدية، حاليا كل الناس موجودة على السوشيال ميديا. والكي بوينت بالسوشيال ميديا هم صناع المحتوى، فبشوف انه كل ما كان في صناع محتوى اكثر بيروجوا للسياحه بيعملوا كونتنت سياحي الناس بتتابعهم، الناس بتاخذ منهم ديستنيشن، بتاخذ منهم افكار، بتاخذ منهم اشياء معينه، ودائما الفريش ايز اللي بتكون عند صناع المحتوى خصوصا انه في كثير ناس منهم بيكونوا بيعرفوا يصوروا، بيعرفوا كيف يطلعوا اي مكان بطريقه مختلفه عن كيف الاماكن يعني السوشيال ميديا التقليديه او الميديا التقليديه كيف بتطلعوا. فبشوف فعلا صناع المحتوى بياثروا تاثير فعلا ايجابي بزياده وعي الناس عن اماكن معينه مش موجوده، وانت بتكون ثقه بهدول الناس فاميليار اكبر معهم وعندهم قدره انهم كمان يتفاعلوا معهم. هلا بدايه احنا كصناع محتوى عم ننشر بيومياتنا وبأجواءنا وهي الأشياء، حلو إنه نفرجي أماكن في الأردن للآن في ناس مش مكتشفتها، حتى في بعض الناس بسكان الأردن بتفاجئوا من الأشياء اللي إحنا بننزلها. فأنا بحكي كل ما شاركنا أكثر، كل ما نزلنا أكثر، كل ما الناس بتكتشف عن الأماكن الحلوة بالبلد هاي وبتيجي بتتعرف عليها، فمش غلط، بالعكس لهم دور كتير مهم. وأنا بشجع دائما إنه أي حدا بلده هو أولى بكل إشي، فيصور وينشر وان شاء الله انه توصل رسالتنا للناس. كثير بجي على الاردن وعن جد كثير بحبها من قلبي، فكثير مبسوطه بالشيء اللي عم بصير لانه بحس انه عن جد اعلاميا بعدها شوي مظلومه، فبحس انه حلو انه يجوا من كل البلدان العالم العربي انفلونسرز وهن يشوفوا الاردن قديش فيها قصص حلوه وهن يسوقوا للفولورز تبعهم، فالايفنت كثير حلو. انا كثير كيف لاي حال يعني ثانك يو نورتينا بصراحه. الدور الاكبر والمفروض يكون بشكل اكبر من الحالي على صناع المحتوى، عندنا كثير مناطق وعندنا كثير اهميه ثقافيه لازم نبرزها ونبينها لكل العالم، كثير لازم نركز على بعض الشغلات اللي نقول ما عليها اهتمام كثير في مجال السياحه. بوجهه نظري انا كصانع محتوى سفر وخارج الاردن كثير لازم نشتغل على توصيل ثقافتنا وكرمنا وطيبنا والشغلات اللي متميز فيها واللي هي حقيقية. يعني غير عن هيك عندنا كثير مناطق بكرر وهي الأهم لازم نشتغل عليها، طبعا نتعاون مع وزارة السياحة مع الجهات المختصة نبرز هاي المناطق السياحية، ومثل هاي الفعاليات كثير بتساعد كمان في إبراز أهم المناطق أو المواقع السياحية والمجال السياحي.